الوقت وظروفه أنا شهاد إن الزمن قد جارت ظروفه الوقت وظروفه وهمومي بقعة في الأعماق مصفوفة لقدنا بعد صبري من جاري وقت العنا والله نافاد صبري والله نافاد صبري الوضع شان الوقت وظروفه أنا شهاد إن الزمن قد جارت ظروفه الوقت وظروفه وهمومي بقعة في الأعماق مصفوفه لقدنا بعد صبري.